إذن إخواني الكرام، تحيات أخوكم حميد العقاوي من بعد قناة شوف تيفي. المباراة بدأت وآلاف الجماهير للأسف الشديد أنها لا زالت خارج الملعب. ناس كاين اللي تبع المقابلة عبر الهاتف، وكاين اللي متبع المقابلة إخواني عبر اتصالات هاتفية. كنشوفوا شاب في هذه الأثناء اللي غتشدوا الكاميرا ديالنا، هو واقف على بعد أمتار من المقابلة، والأسف الشديد أنا متبعها عبر خاصية عبر الهاتف عفوا. هذه هي المواطنة، هذه هي تمغربيت كما نقول باللغة العامية، وهذه الأجواء أخي المتتبع الكريم. وغادي نستمروا هذه الأجواء الرائعة إخواني، ولكن للأسف الشديد كما كنشوفوا مازال المغاربة إخواني في حيرة. كاين اللي ما عندوش نبي، وكاين اللي مازال ما وصلتوش النوبة باش يدخل. وهنا يا الكل متحمس، كنشوفوا الكل هز الهاتف ديالو وتيحاولوا أخي المتتبع أنهم يتبعوا الأجواء ديال هذه المقابلة الرائعة، مقابلة اللي غتجمع ما بين فريقين أقوياء بجوج، اللي مازال إخواني الكل ينتظر والكل يساند المنتخب المغربي. ولكن بيني وبينكم نشوف النتيجة اللي غادي نعلنوا عليها بعد لحظات إخواني. أيضا إخواني بداية المقابلة في هذه الأثناء، وكما كنشوفوا ما زالت الجماهير المغربية في باب الملعب كتحاول باش أنها تبع المباراة إخواني. تضامنا مع هؤلاء حاولنا إخواني الاكتفاء بالتغطية خارج الملعب باش أننا نوثقوا حتى الجنبات ديال الملعب اللي كتعرف إنزال إخواني ديال آلاف الجماهير، ولا زالت الجماهير المغربية في طريقها رغم أن المقابلة بدأت بعد 5 أو 6 دقائق. إخواني الكرام، هذه الأجواء، الكل في حيرة، والأعلام الوطنية ترفرف داخل. انا خويا الضامت معكم، انا معكم. هذا هو المشكل، هضر اخويا نو، هضرت نتمنى، وهضر اخويا العزيز. انا راه تيري حشومه والله لا العيب وعار هادشي، والله تيري نخاوي وبغى نشجعوا المنتخب ديالنا وما باغينش يدخلونا، وبغينا ندخلوا اخويا وتيري نخاوي. حطوا لنا تيكيت نشريو فلوسنا، عندنا فلوس نشريوهم اصاحبي، ماشي نبقاو حنا طالعين. الناس اللي عندها فلوسها ولا باغا نشريو اخويا، راه ما يمكنش خويا، راه حشومه والله الا هادشي عيب. قول لي اخويا راك على المباشره اخويا، راه حتى انا تكون تضامن معكم اخويا. بغينا ندخلوا، شوفوا يديروا معنا شي حل يدخلونا، يديروا لنا شي حل دابا. التيران راه خاوي، راه حنا تنتفرجوا في التليفونات والله الا عيب. يلا التيران حدا هنا تنتفرجوا في التليفون، راه عيب. راه الدم مغربي اخويا. خويا شنو كدير؟ متبعها عبر الهاتف خويا، انت كتشوف كتفرجوا في التليفون، في التليفون في الباب. كتجي شويه قاسحه ان بين 20 متر وبينك وبين الاسود وما تدخلش. والله انا حسيت بكم وحاولت، رغم ان راه حنا كصحفيين ندخلوا للسيت ما تلقاوهاش. شوف اخويا، حنا كاعلاميين ها هو التيكيت، ولكن والله تضامنت معكم وقلت ها هو التيكيت، وحاولت باش نتضامن مع خوتي كما تحرمتوا حتى انا بغيت نحس بكم. وما ها هو التيكيت، وهذا التيكيت، ولكن نجلس مع خوتي المغاربه باش انني نوثق انا المعاناه ديالكم اللي غادي نتمنوا يستافدوها في المقابلات الاخرى. واش دابا كاع المقابلات هكا؟ راه شفت المقابله الاولى راه تجي شويه قاسحه. دابا برزقكم وما برزقكم تخلصوا لي تيكيت، ولكن اللي عليا كحميد عقاوي ها انا ها التيكيت ديالنا كاع ديال الصحافه، ولكن والله ها هي كلاس لتحت كاع حداهم. وحاولت باش انني نسجل التاريخ، جلست معكم وتضامنت معكم، ونحاولوا اننا نبينوا تمغربيت بان كاينه في الدم. يلا اخواني، هاد اللقطه هذه هاد التيكيت ها هي، ولكن اتضامن مع خوتي وتنتمنى ما نعاودوش نشوفوا هاد الاجواء الحزينه، هاد الاجواء اللي كتبين طبقه من فئات ولاد الشعب اللي جاوا باش انهم يبينوا تمغربيت ديالهم والروح الوطنيه ديالهم على بعد 20 متر من الاسد. 20 متر اخواني تفصلهم ما بينهم وبين المقابله. وسير للاسف الشديد خاوي، وكان دخل في الجامعه ويديروا شي حل اخويا، يديروا شي حل. كيشدوا التيكيت، كاين اللي كيشدها كيبقى يبيع، تيشدوها الهنود باش يديروا بها تجمع لعيالاتهم، تيجيبوا بها عيالاتهم. دابا الهنود شراوا لي تيكيت. لا، ولا حتى المشكله اللي داروا الاخره ديال انه يخليوك حتى نهار المباراه عاد يقول لك سير لواحد السطاد جنوب ولا سير وكتمشي 3000 ديال الانسان، ما غاديش حتى الوقت ما غيكفيه. 3000 حتى كتمشي 10. حنا اليوم مشينا مع التسعود، من التسعود حتى للربعه عاد طلعت للدار.
وما شديت الشيء كيقسم بالله من تسعود هذا الشيء يديروا قبل المباراه بنهار ولا بيومين. دابا سالات الى ان شاء الله دازوا من دابا يبداو يوجدوا المباراه شي عارف الجمهور كبير. انا خويا عايش هنايا اصلا الاخوان واش كلكم بعدا عايشين هنا تنتسنى شي واحد ما يكونش مسكين جاء واخو والله الا تلاقينا مع الدراري في المطار اذا واحد السيد عطى 24 ساعه 24 ساعه باش يجي غير يتفرج ويرجع وما دخلش لا انا مشيت ديت التيكيت وعطيتها عليه برافو عليك والله العظيم والله هذا شد التيكيت خويا عافاك عافاك الدراري لا عافاك انت عطيتي التيكيت لواحد السيد لان جاب عيد مسكين جا من كازا جا من كازا عطاوه 24 ساعه غير تفرج في الماتش ورجع ورجع بحالته وعنده ومقطع مع جتاع ثلاثه تاع اليوم غيكمل الماتش مقطع خصو يرجع خصو يرجع باقي دروك معاه وعطيتيه انت التيكيت ديالو التيكيت باش غير تفرج والله العظيم برافو عليك برافو عليك وحتى انا هاد التيكيت لان التيكيت تاعنا ها هو التيكيت واو حنا عايشين هنا ولكن ضمنت مع خوتي المغاربه بغيت ان حتى الاجواء والمعاناه ديال هاد الدراري خصنا نحسوا بها وما راه حتى انا غادي ندخل ونمشي نشجع ونتفرج وشكون اللي كره ما يدخلش ولكن ها هي تيكيت اخواني الكرام ولكن ضامن مع خوتي المغاربه علاش لا تبارك الله كنتمناو يفتحوا البيبه ان شاء الله يا ربي الله يرضى ان شاء الله نتمناو انهم يربحوا ان شاء الله هو احسن ارباح واخا ما دخلناش ان شاء الله خوتي والله قاصحه بزاف قاصحه ولكن برافو عليك انت لا غير يربحوا هذاك هو المهم عندنا يربحوا هذاك هو اهم حاجه يعني العالم الوطني حتى المغربي حتى المغربي يربحوا يحاولوا من اليوم يبداو يفكروا في الجمهور رساله باش ما نطيحوش ان شاء الله الى ربحوا الى ما بغاوش الى خويا ان شاء الله ما بغاوش يطيحوا في المشكل الى اهلوا ان شاء الله اليوم يفكروا في المشكل ديال الجمهور لان كاينه جماهير كبيره باغا تدخل باغا غير تساند هي ما باغا حتى شي حاجه منهم اصلا يعني باغا غير تساندهم كتشوف وباغا نفرحوا كاملين مع المغاربه فرح الوطن ديالهم على الاقل يعني ان شاء الله يا رب وكنتمناو اليوم يتاهلوا ويفرحونا لا الى تاهلوا راه مي ما تخليش هاد الفرحه تنسيهم في انهم يفكروا فينا في الماتش الجاي على الاقل يوفروا تيكيت ويبيعوها لنا كجامعه يا تكونوا المهم حنا يديروا شي حل حنا ما بيدنا والو حنا اللي علينا كندخلوا للسيس ما كنلقاوش التيكيت خويا والو كتحاولوا تبعوا دابا تما ها انا خويا كتشوف فينا شنو شحال تما انت اخواني 0-0 لحد الساعه والاخوان المغاربه خوتي المغاربه التيران وللاسف الشديد حسيت بكم ولكن هي ترجلي تا مغربيت هي هذه ساكن حدا التيران وما دخلتيش قاطعة بزاف كاع إذا إخواني كما شفنا مازال الآلاف ديال المغاربة مازال جايين في الطريق رغم أن المقابلة راها بدات شحال ديال الوقت باش بدات المقابلة؟ 20 دقيقة إخواني الكرام للأسف الشديد للأسف الشديد مزيان تاهد الاجواء اخواني الكرام الصورة تتكلم الصورة تتكلم هذه الحقيقة الصورة تتكلم انا كتشوف على بعد 10 امتار من المقابلة ولكن العين بصيرة واليد قصيرة فتنتمناو اخواني التوفيق كما قالوا هاد الاخوان تنتمناو التوفيق وهذه الحقيقة التوفيق للابطال ديالنا التوفيق للاسد ديالنا مغاربة اللي تيتبعوا المقابلة إخواني رغم أنهم كل واحد منين جا وهي للأسف الشديد على بعد أمتار من الملعب مرحبا أخويا العزيز
للاسف الشديد هذه هي الحقيقه تاع المغاربه، ان مغاربه باش انهم يجيو حتى لحدا التيران ويلقاو مشاكل والله العلي العظيم. ولكن شكرا لهم على هذه اللحظه، اللحظه اللي يسجلها التاريخ والله العلي العظيم. وبغيت رسالتكم لهؤلاء ودعواتكم لهؤلاء ان شاء الله بالتوفيق. شنو واقع تما؟ شكون اللي مدردق، هما ولا حنا؟ حاجة خصينو هكا. لا لا، من الصباح حنا شادين هاد الدردشة وحشومة. هذا تليفون حنا بيناتنا. وحتى حنا شعب. أجينا 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 خصينو هنا. أجينا قرب تليفون الأخ. صافي. إذا كما تنشوفوا إخواني المغاربة، هذه الأجواء هنا بالملعب، آلاف المغاربة هنا، ولكن للأسف الشديد تعذر عليهم الدخول فاكتفوا بالتتبع عبر هواتف ديالهم الخاصة. إنها تمغربيت يا سادة، إنها تمغربيت يا سادة، هذه الحقيقة. إذا تنتمناو البارتاج لأن كانت لحظات ولقطات رائعة ومؤثرة، باش ان مغاربه يجيو مساكن مئات او الاف عفوا الكيلومترات، وفي الاخير انا ما يستطيعوش باش انهم يدخلوا. شويه بيني وبينكم قاصحه بزاف فيا، ما رايكم وما كلمتكم وانتم كتشوفوا على المباشر اخي المتتبع الكريم؟ هذه الاجواء، هذه الاجواء، الكل ينتظر ان ينتظر الفرج، ولكن اظن ان لا فرج بدون تذكير، هذه الحقيقة. والفرج الأهم هو الانتصار إن شاء الله ديال خوتنا. هنا كنشوفوا فين ما أنهم سافوا تجارة ومساكن المغاربة، فإنها تمغربيت يا عالم، فإنها تمغربيت يا عالم، إنها تمغربيت تمغربيت تمغربيت. لقيت شي حاجة اخويا العزيز؟ نتمنى لك التوفيق. تيحاولوا مساكن انهم يجيبوا دي تيكيت قدام باش ان يحاولوا يتسلوا دي تيكيت قدام. والله العلي العظيم جو واحساس رهيب. المغاربة تنشوفوا هنا مساكن انهم جابوا دي تيكيت قدام وتيحاولوا مساكن بعدا غير يدخلوا الباب الاول، ولكن للاسف الشديد ان في الكونترول الداخل غادي يقبطوهم، غادي يقبطوهم، غادي يقبطوهم 100%. هو حاول مسكين ان يوهموا بانه راه عنده تيكيت، ولكن ان رجل الشرطه كان فطن به وتم توقيف السيدة اللي معاه. والآن هو مشى مسكين، مشى نتمنى أنه يزيد، نتمنى ونتمنى، ولكن مازال كونترول داخل، السكانير الداخل مازال يا أخي المتتبع، مازال السكانير الداخل، مازال كونترول داخل.